موضوع شائك يا جماعه، فقبل ما هنتكلم عن الموضوع نرحب بضيوفنا او ضيفتنا العزيزات. استاذه احلام، استاذه احلام علي نورانا النهارده. استاذه احلام مصممه حفلات زفاف. يس. ندى سميح، زيكي نونو، ندى خبير التجميل قد الدنيا. واحنا يا جماعه ببساطه شديده الموضوع في كلمتين. هل فكره ان انا استريتش امت العلاقه بتاعت الخطوبه والتعارف والحاجات ده احسن ومفيد ويخلينا اتعرف على الراجل اكتر، ولو في حاجه يتفقس، لو بيعمل مصيبه نعرفها فيبقى بدري بدري، وحتى لو قعدت كذا سنه بس ابقى يعني مخطوبه له مش متجوزه بقى الشخصيه دي، ولا لا العمر القصير يا جماعه هو ايه شويه عرفنا بعض اتخطبنا انت كويس اه مش كويس لا خلصنا اللي بعده يا جماعه، لان العمر لحظه خلاص. انا ما وانا ضد يعني ما بين البنين. فاستاذه احلام مع ايه الاستريتش ده جدا؟ ازاي يا استاذ؟ هقول لك ازاي. قولي. الفكره انه احنا لو بنتخطب احنا مش اتنين ولد وبنت او راجل وست بنتخطب، احنا عيلتين بيتخطبوا، عيلتين بيعرفوا بعض، عيلتين بيحصل ما بينهم مشاكل. فاحنا رايي يعني انه احنا كل ما بنطول الفتره كل ما العيلتين بيبانوا على يعني بيبانوا ايه نقط الضعف اللي عندهم، ايه نقط القوه اللي عندهم، ايه المشاكل اللي بيستحملوها، ايه الحاجات اللي ممكن يعملوها من تحت لتحت فيضايقوا العروسه او العريس ايا كان. فانا شايفه وده بيبان جدا في شغلي يعني انه كل ما الفتره تطول كل ما كل حد بيفهم التاني شويه كتير. ف ما بعد الخطوبه بقى في الفرح لا الناس بتيجي يعني احسن شويه. تطول كام سنه يعني؟ يعني اولا مش سنه يعني خلينا نتفق سنه دي قليله جدا، بس لا يعني مينيمم سنتين ثلاثه. اقل حاجه سنتين ثلاثه يعني. ايه وحش الكون. ايه بصراحه ضد الفكره خالص. ليه بقى؟ لانه انا شايفه انه ده ويست تايم يعني انا كده بضيع وقتي. يس. وكمان ممكن يجي لي فرص تكون احسن يعني انا ممكن اقعد مع شخص 10 سنين 4 سنين 5 سنين وفي الاخر الشخص ده ما بيناسبنيش ما بينه ممكن اكمل معاه ممكن ما اكملش معاه، فانا كده ابقى خسرت وقت. انا عندي كام سنه في عمري عشان اضيعها؟ والنظريه برضو عندنا كام سنه. بصي وجهه نظر هايله يعني دلوقتي اتخطبت الواحد سنتين ثلاثه ما حصلش نصيب فسخت محتاجه سنه اشم نفسي وانا مش معقول يعني هخرج من علاقه اخش في علاقه اكيد هتخطب لواحد تاني هقعد اربع سنين تاني سنتين تلات ما فيش يعني هقضي عمري بقى بدور واجرب. بس انا شايفه انه بدل ما اقعد عمري اقعد عمري اجرب في الخطوبه بدل ما في الجواز اول سنه باي باي. ما دي نظريه برضو يعني انت ممكن النهارده تقعدي معاه ست شهور بالزبط. خلاص اللي هو حلاوه البدايات، ولو هو بيحبك فهيلم خلي بالك، لو في مصيبه ها هيلم ممكن بس مش هتكتشفيه على حقيقته. تيجي تتجوزيه هوب الشهر الاولاني حملتي خلاص هوب ايه اتضربتي علقه عرفتي ان ده مصيرك. ازاي الحال يا استاذه؟ هنروح بقى بالعيل اهالينا اكيد ولا هكملي تتضربي؟ لا ما هو احنا بنتكلم دلوقتي على الخطوبه. امال دلوقتي احنا مخطوبين يعني سنه انا شايفه ان هي كفيله ان هي توضح. ايوه سنه حلوه يا استاذه، الفور سيزونز هم بيسموها فور سيزونز الاربع مواسم، عشان احنا علميا هم بيقولوا كده بتوع الناس بتوع الحاجات اللي العلاقات دي وازاي نتعامل مع بعض، انه علميا جسم حضرتك بيتفاعل مع الاربع مواسم فبيبين الاربع شخصيات. فانا مش محتاجه شفت خريفك شفت ربيعك شفت شمسك شفت ارضك شفت نينك شفت كل حاجه خلاص مش محتاجه حاجه تاني. هسالك سؤال، هل السنه احنا 24 ساعه مع بعض؟ احنا منهم 16 18 ساعه بنشتغل و8 ساعات بننام؟ لا ما هو الخطوبه حتى لو قعدت 3 سنين خلاص حتى لو قعدت 3 سنين برضو في حاجات مش هكتشفها الا لما اتجوزوا. يعني مثلا فكره مثلا ان واحد بينام مثلا في التكييف والتانيه بتنام في من غير تكييف، واحد بينام على التلفزيون، انا هعرف منين انا عايشه معاه؟ بس في مواقف يعني بتبان في الخطوبه، البخيل بيظهر لما الخطوبه بس بتتوان. دي حقيقه الاهالي يعني اللي لانه لان الناس ما بتعرفش تمثل قوي يعني سنه يعرف يمثل بس بعد كده غصب عنه الموتور بيفلت. هي دي الفكره فتحسي ايه زهق من كتر ما هو بيسترس على السين
فزهق خلاص مش قادر يمثل اكتر من كده. ما هو ده بقى بيعتمد عليا انا. اه صح كده. ده بيعتمد عليا انا، انا اللي لازم اكون ذكيه عشان اعرف الشخصيه اللي قدامي دي هي. ومش كل البنات ذكيه. برافو عليك. اكيد بس اي هاف تو دو ذات، يعني انا لازم اكون ذكيه ولازم يعني at the same time ما ينفعش ان انا ابقى متسرعه وخلاص هي سنه يلا على طول بسرعه، لا اكيد ما ينفعش اعمل كده. لازم وبعدين أكون... وبعدين ندى الخطوبه دي انتوا بتقضوا تلتينها عصافير وكاسات اللي في النيش وعايزه اجيب صالون عامل ازاي اوضه النوم عليك ولا على العريس ونقعد نحجز مع الميك اب ارتست قبليها ب60 سنه واشوف الفستان قبليها بست شهور، ما هي دلوقتي بقت هي العيشه كده. طيب فانت بتقضي اساسا ست شهور من السنه بتجري ورا البيت ان عرفتي، وفستان الفرح ده بياخد ست شهور. ده انت يا عمام لو رحتي كل اسبوع لل ده لو في دينا كل اسبوع بالظبط وعندك شغلك وعندك شغل. انا بتكلم سنه، يعني بتكلم في الافريج السنه سنتين ماكسيمم، اكتر من كده سنتين قربت والله قربت. هنقرب اكتر من كده هنقرب. يعني انت سنتين بتقولي مناسب. اوكي ممكن الشخص ده بعد ما اقعد معاه السنتين دول في الاخر اسيبه يطلع شخص مش كويس وبعدين اعرف شخص تاني اقعد سنتين تاني. طيب ها وبعدين انا كده عملت ايه؟ اقول لك على حاجه برضو، احنا نقول يا احلام لله وبالله علينا علشان برضو بنتنا برضو عندها حق. خلي بالك خدت منها سنه. خدتي منها سنه برافو ده اوفر. خدي يعني جت وان تيك وان فري. لكن احنا برضو ايه، لا انا مش هسمح بقى بالثالثه بمنتهى الامانه. بصي يا احلام انا لازم اكون معاكي انسان امين. اتفضلي. ثلاث سنين اقضيهم مع مواطن في خطوبه احتمال انها ما تكملش. وانا في كام ثلاث سنين يا استاذ؟ ده يعني انا النهارده دلوقتي لو قابلت ثلاث رجاله في حياتي غير مناسبين، انت عارفه ده فيها كام سنه؟ بنتكلم في 10 فيها 12. لا مش 10، ثلاثه سنه، ثلاثه سنه، ثلاثة سنة عشان نتنفس. ما هو مش معقول يا مام، برضو الواحد لازم يعيش حريته شوية. دول 12 سنة حلو قوي. ايه لا مش حلو، لا ده مش حلو. لا طب وليه بتفترضي ان احنا هنعمل يعني هنعمل ثلاثة؟ ما هي هي مش بتيجي يعني من اول، مش بتيجي من اول مرة. طب استني يعني بصي يعني هي الثالثة عادة بتبقى الثالثة تابتة. بس بصي يا احلام خلينا نتكلم في العصر اللي احنا فيه. مامي لا هي مش بتيجي من اول مرة وما بقاش من ثاني مرة يعني. ما لا ما تهزريش. بدليل يا حبايبي ان البنات دلوقتي عندهم 30 و35 و40 ومش متجوزين، ومن اللي شافوه. والالطف طيب ان هم ما يبقوش ده ومتجوزين ومخلفين ومنفصلين يعني. بس في نظريه تانية قولي. بتقول لك ايه؟ زي ما هي قالت، بتقول لك هو العمر فيه كام سنه عشان انا كل واحد كام سنه ضيعها؟ اديه 3 4 سنين. بقى بتقول لك ايه؟ خلاص هتجوز واخلف واتطلق طالما كده كده مش نافع. والله بيقولوا كده اقسم بالله. طب مش دي نظريه؟ والله هي نظريه بس هي الفكره تحترم. طب جدا تحترم جدا. بس تاني برضو زي ما بقول لك هي اول سنه دي هي كلها بقى بتبقى دلع وهو بيبقى حايش اهله عنها. انت عندك مشاكل في الاهل شكلك. عندك ايه؟ عندي حاجات عندك إيه؟ كتير. ادينا حته من الجعبه كده هقول لك. قولي انت اول سنه اللي هو بتاعه الخطوبه هنيجي الاهل. انت مصممه حفلات زفاف بالظبط. فبتشوفي بعيني بشوف الخطوبه وبعديها الجواز. طب ما تديني اي قصه كده، قصه قصيره حزينه. هقول لك احنا في الخطوبه بنيجي الله حبيبتي تمام احنا ده الخطوات القصيره الاهل موجودين، لا العروسه اللي هي عايزاه اعمل لها اللي هي عايزاه، الكوشه اللي هي تحبها، الالوان بتاعه الفلاورز اللي هي عايزاها تمام. ست شهور وبندخل بقى على الجواز، تعالي في الجواز هنقعد بقى، لا احنا اللي دافعين عايزين كذا كذا. هي ما بتشوفش ده، ما بتشوفش ده ليه؟ عشان الموضوع ايه؟ اتشقلب بسرعه. فاهمه قصدي؟ وعندك حد جوازته مثلا كتير اتفسخت او كتير بسبب ايه؟ انا في وقت ببقى واصله لمرحله ان انا مثلا لو انا قاعده الفرح، يعني الخطوبه دايما بتبقى على العروسه وساعات بتبقى مناصفه، فانت مناصفه دي دايما طول الوقت لا انا هدفع بس وهي اللي هي عايزاه والله وكده، تعالي بقى بالفرح لا احنا النص لينا والنص ليهم، ولو احنا عندنا ناس ما جاتش ما ينزلش الفرق الاكل الناحيه الثانيه احنا هناخده معانا تيك اواي. عارفه
حد بيتكلم في اكل ده بصي في سمول ديتيلز يعني موضوع بيقول لك لو الاكل ما نزلناش ناخد بقى ناخده تيك اواي ما تنزلوش للناحيه الثانيه بتتكلمي كده بتهزري بجد انا طب مش بقلب صدقيني تيك اواي ايه في علب يعني لكن الناحيه الثانيه ما تاخدش فاهمه قصدي لو زاد عندهم حد ما ناخدش فتاني هي الفكره بقى ان انا ببقى واصله لمرحله ان انا عايزه اكلم العروسه اقول لها بقول لك ايه ما تخلعي حاولت اقف جنبك بس بعد القصص دي لا دي حاجه صغيره ده احنا في كتب ايه بقى طب ايه اديني بقى حاجه كده طب انا عايز بس اسمع هتقول ايه ايه يا ندى بقى افرضي بقى وقعتي في حد مامته بتقول للست مصممه حفلات الزفاف الاكل ما ينزلش لاهل ندى عارفة أنا بشوف إن الشخصية يعني مثلا أنا لو هم أهله كده أقدر إن أنا أتحكم في تصرفات أهله بتصرفاتي يعني أنا حاسة إن أنا يعني طول ما أنا إنسانة كده كويسة قوي أوكي حتى لو هم كده أنا مالي طيب هعمل إيه طب على فكرة ده ممكن يظهر الولد برضو الولد الوحيد قولي لها الولد الوحيد بيتعمل في البنت إيه؟ الولد الوحيد هو أنت عندك كم سنة؟ 22 آه طب خليني أحكي لك على حاجة فأنت عايزة تبقي كويسة؟ فهم يبقوا كويسين انت جميله بجد طب انت كبري لسه هتتفرجي على البرنامج الله اعلم اذا كنت عايشه ولا كنت بوت هتتفرجي على البرنامج بجد خليكي وهتقومي فاهمه تقومي ماسكه ايدك يا نهار اسود على انا كنت بقول ايه ده ازاي عملت كده انا من رايي عشان بصي انت عندك 22 خلاص عندك 8 سنين بالحته اللي انت فيها دي فانا من رايي وهتتفرجي على البرنامج يعني ده هيبقى دوكيومنتد طبعا خلاص انا من رايي يا ندى ما تتمسكيش برايك قوي عشان لما تتفرجي على نفسك عارفه لما نتفرج على صورنا بتاعه الافراح ايه ده انا ازاي كنت عامله كده ايه ده انا ايه اللبسه ده ده اللي انت هتشوفيه بالبرنامج بعد 8 سنين اكون عايشه وانا ميته الله اعلم هتقولي الله يرحمك يا رضوى يا شربين لو كنت ميته ايه اللي قالت لي خلاص ارجعي بكلامك اسمع انا زي ماما بعد بعد كل اللي قلناه لا زي ماما انا زي ماما ندى ارجعي في كلامك عارفه ازاي ترجعي طيب اقعد 5 سنين يعني قولي لها ايه لا قولي لها ماشي سنتين ولو معاصلك معايا هديه 6 شهور كمان قولي لها بس عشان ما تتفرجي على نفسك يا ندى شفتي لا والله هتندمي سوف تندمون جميعا ما بقول لك عليها للهوا ده دوكيومنتد يا بنتي ده دي حاجه دي حاجه للتاريخ دي بالذات هتندمي عليها جامد ايه قصه ان انا بقى كويسه في العالم الافتراضي الناس كلها تبقى كويسين نو واي في الجنه ونعيمها بقى ادي نفسك بس والله بديكي الفرصه انا على هوا بديكي الفرصه بديكي فرصه عشان لما تتفرجي على نفسك ما تقوليش ولا بعدين لو كمان وقعتي في تجربه بقى ها مهببه بعد شر عليكي هتطلبي من اداره القناه انها تمسح البتاع ده من تاريخ ان شاء الله مش هيحصل كده بصي شويه مرونه اديها شويه مرونه طيب اوكي سنه ونص سنتين ماكسيموم اكتر من كده قربت شويه قربت بس هي الفكره زي ما بقول لك هو تاني برضو احنا ايه اول سنه زي ما بقول لك نبقى لطاف وحلوين وحايشين الاهل تعالي بقى السنه بس احلام برضو مش دايما والله مش دايما ما هو بتبان من اولها بقى خلاص يبقى ربنا الاتيتيود بتاع الشخص اللي قدامي انا لازم اعرف اقيم والله العظيم ما بيبان من الاتيتيود والله كمان ما بيبان من الاتيتيود انت عارفه في ملايكه بتبقى جايه انا في واحده صاحبتي اتخطبت لواحد اعتقد مثلا سنه ونص سنتين انا مش فاكره وبعدين سابوا بعض سنة أو سنتين أنا برضو مش فاكرة وبعدين رجعت اتخطبت له يا سنة ونص يعني هي قديم أنا التلاتة بيريد مع بعض خلاص اكتشفت في آخر ثانية من 90 دقيقة خلاص إن هو مصاحب عليها ستة أو ماي جاد أو دي جاد مش أو ماي جاد أو دي جاد ها ستة بعد إيه بقى بعد فسحة في عارفة عندنا فاكرة ملاهي سندباد وملاهي أدهم روقها جامد في الدقيقة 90 قبل كتب الكتاب بأربع خمس أيام وعرفت بالصدفة وبعدين قعدت تورينا بقى وأنا قعدت قلتلك أنا قلتلك ما بتسمعوش كلامي كل حاجة ممكنة أيوة حلوة الجملة كل حاجة ممكنة بس أنا لازم أكون ذكية موافقاكي وتتريسي
بالراحه. احنا مش بنجري. طب ما احنا ممكن نقول احنا السنه دي مش بالراحه. لا مش بالراحه. لا هي مش بالراحه قوي اه لانها بتعدي بسرعه، بس احنا ممكن نقول ان احنا لا نبقى بالراحه قوي ولا نبقى بنجري قوي، خير الامور الوسط. مظبوط. فانا لما احس ان انا مرتاحه وردي للجوازه سنه اتنين تلاتة أربعة على حسب استعدادي أنا، وإن أنا يكون عندي قناعة إن أنا خلاص عرفته وعرفت كل تفاصيله واختبرته في كل الحاجات ونجح إنه يكون زوج المستقبل وأب للولاد، حاجة واحد يرضيكي وإنه العيلتين يماكس مع بعض والعيلتين مرتاحين لبعض عشان دي بوينت. كله متفقة معايا؟ متفقة معايا؟ أنا رميت معاكي الموضوع والله عشان يعني التاريخ ما بينساش الجملة دي، أنا عارفاها التاريخ ما بينساش، فأنا لميت معاكي جامد عشان بعد 8 سنين، لا 3 سنين خلاص هتتفرجي هتقولي الحمد لله إن أنا وصلت الحل وسط مع أحلام، وإلا يعني فاهمة الحمد لله الاتنين اتفقوا أخيرا على الترابيزة دي. مشاهداتي يا عزيزات وبناتي الحبيبات، خلصت فقرتنا وكمان خلصت معاهم حلقتنا، اشوفكم على الف خير باذن الله لو ليا عمر، حلقه جديده وهي وبس.